بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على هذا الفوز هذا مباركة صعيبة كما تشو وبقينا مقاتلين حتى لاخر الدقيقة والحمد لله جبنا الرباح وكما تشو المباراة اللي لعبنا قبل والعياء والسفر والحمد لله أهم حاجة هي فرحة الجمهور الرجاوي بثلاثة نقاط وإن شاء الله نجيبوا ثلاثة نقاط أخرى في المباراة اللي ماجا إن شاء الله شكرا. أنا الجبرون كيشوف بأن خدا الوقت الكافي ديالو فريق رجاء البيضاوي باللعب. والحمد لله فرصة بدات كتعطاني بشوية بشوية وضروري من الصبر والخدمة إن شاء الله وكل شيء كيجي مع الخدمة والصبر. حنا ما عندناش مشكل أننا نلعبوا في المركز ديالنا أو من يعني ماشي من في المركز ديالنا. أهم حاجة أننا كنقدموا التعليمات ديال المدرب والتعليمات ديال المدرب هما اللي عطاونا نتيجه في هذا الماتش هذا الحمد لله اننا استطعنا ندي واحد ثلاث نقاط اللي تفيدنا ان شاء الله من هنا المستقبل يعني الحمد لله على كيف ما شفتوا ما كانش لوريت كيف ما قلت يعني ديجا كان شويه ديال العيا حيت ديجا يلاه جايين من كينشاسا وكان واحد لوريت في كينشاسا وانتم عارفين الملعب ديال كينشاسا كيفاش داير كيف ما قلت لك يعني اهم حاجه دابا هي ثلاث نقاط اللي فزنا بها ان شاء الله راه نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابله الجايه ان شاء الله. يموت عند الفريق رجاء بزاف باش لا 3 بوان خصوصا ان الفريق الريكتونيك كيفاش تشوف مع الشوط يعني اهم حاجه كيف ما قلت لك هي ثلاث نقاط فاش كتشوف راسك عيان كتستطيع انك يعني تجيري لو ماتش ديالك يعني وتفوز بثلاث نقاط هي اللي غتفيدك. حنا سيرتو حاليا ما بغيناش اننا نلعبوا حنا بغينا نربحوا كيف حال الماتشات هادو ما كيتلعبوش كيتربحوا حيت هاد النقاط هادو هما اللي نحتاجو ان شاء الله في الاخر ديال الشامبيون. كما شفتوا راه قدمنا اداء جيد كما شفتوا الحكم ما صفناش في هذه المقابله كما شفتوا اللاعب تيتوكو خرج كارتون روج كنظن خاك ما اثرش علينا هادشي هذا كنا بواحد المقابله كبيره ضد فريق الرجاء وتعرفوا الرجاء داخل ميدان فريق كبير وصعيب جدا ينهزم ولكن حنا قدمنا واحد الاداء خيالي ما ترجعناش للور بزاف كنا غادي نماركيو كما شفتوا راه ماركينا البيت وتحيد ما عرفتوش واش هناك خطا او لا وكنتمنى اننا نصححوا المسار ديالنا في المباراه المقبله ان شاء الله. ولحد الان باقي اللي لعب شهر 6 مع تيتون جون شهر 6 وكما كيقولوا الخير في المسار والله ان شاء الله. اون باسي لا نوي ديال 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 فوندردي سامدي في لو فول Donc on n'a pas pu récupérer après le match. Normalement après un match, le sommeil c'est très important pour la récupération. Donc on a fait le vol, donc là-bas, le vol, donc donc c'est pas reposant par rapport à chez eux ou les choses. Donc c'est tout à fait normal qu'il va y avoir un effet du voyage sur le physique des joueurs. كنت تشوفوا ان فريق الرجاء لاعب على الوجه ديال كاس العرب الشامبيونز ليغ البطوله واش غادي يقدر يسير الموسم بهذا الريتم ان شاء الله بيان سور لو ستاف اللي لا بور كو ليكيب بويس جوي سور لي 3 بلون اون ايساي دو فير تورني ليفيكتيف بيان سور C'est tout à fait normal qu'il faut que le Raja joue sur les trois plans et aller jusqu'au bout les trois compétitions. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.